أحداث وأزمات كتير مرت على مصر والمنطقة، لكن فضلت مصر هي دولة مؤسسات، مفيش حاجة فيها طغت على حاجة، مفيش حاجة فيها وقعت مننا. في عز ما كنا بنحارب الإرهاب، مسيرة التنمية في البلد ما وقفتش، كان في سينا ملحمة بتتحقق وبتحقق شعار قديم كنا بنسمعه، وهو إيد بتبني وإيد بتحمل السلاح. وفي وسط ما كان الاقتصاد هو الهاجس الكبير، ما وقعش مننا الفئات الأولى بالرعاية. في نفس الوقت اللي كنا بنعمل فيه مبادرات 100 مليون صحة، القضاء على فيروس سي، كانت الدولة بتطلق مشروعات الطاقة من محطات كهرباء، حقول الغاز العملاقة. وفي وسط ما كان العالم بيواجه شبح فيروس كورونا، كانت مصر مكملة طريقها في البنى والتعمير وشق الطرق والمدن الجديدة. مفيش استحقاق سياسي فات معاده وما تعملش على الأقل 10 انتخابات واستفتاءات اتعملت في وسط كل الظروف اللي مرت علينا وعلى العالم. مفيش مرة تأجلت منهم أي حاجة لأي سبب أو أي مبرر. العالم كله دلوقتي مشغول في حرب إبادة بتحصل ضد الفلسطينيين في غزة، وبمجرد ما تقال إن في احتمال إن انتخابات الرئاسة المصرية 2024 تتأجل بسبب الأحداث في المنطقة، الدولة المصرية خرجت وأكدت إن كل حاجة في ميعادها وإن مصر دولة مؤسسات. فطبيعي في دولة زي دي، دولة مؤسسات، تلاقي المشهد بالقدر ده من التنظيم والارتباط بين مصر والمصريين في كل مكان. المصريين اللي دعموا موقف القيادة السياسية اللي أعلنت خطوط مصر الحمراء ولقتها الثلاثة الرافضة للتهجير القسري وتصفية القضية، واللي ساند الفلسطينيين أيضا، هذا الموقف المصري اللي ساند الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية والدعم السياسي والدبلوماسي. طبعا بكلمكم عن الانتخابات الرئاسية 2024 واللي بدأت يوم الجمعة اللي فات بتصويت المصريين في الخارج في 137 مقر انتخابي في 121 دولة في كل قارات العالم، بيطلب أصواتهم في منظومة مترتبة ما فيهاش فوضى ما فيهاش خلل. إن شاء الله يوم الحد الجاي من يوم 10 ليوم 12 الانتخابات هتتم في الداخل، وفي النهاية الرابح هو مصر. عن دولة المؤسسات، عن مشهد الانتخابات الرئاسية 2024، عن ملامح خريطة المستقبل بعد الانتخابات الرئاسية، عن الأوضاع في غزة وحرب الإبادة اللي بترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، هيدور حواري مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. مساء الفل، دايما بتنورنا في مصر جديدة. أهلا بك، مساء الورد. أهلا بك. أولا يعني لا صوت يعلو عن صوت المشهد الانتخابي المصري في الخارج يوم الجمعة. السبت النهاردة كان آخر يوم في الانتخابات، الساعة 7 الصبح هتتقفل آخر لجنة في أمريكا. إزاي عماد الدين حسين تابع هذا المشهد؟ تابعته بطبيعة الحال متابعة خبرية بحكم ان انا في الجورنال، لكن قبل ما ينطلق المشهد بيومين لحد يوم الخميس اللي فات انا كنت موجود في بروكسل وقابلت السفير بدر عبد العاطي، سفيرنا في لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي، صديقنا العزيز، راجل محترم جدا، وتابعت معاه الاجراءات، فيه استعدادات كبيرة وتسهيلات واتصال بال الأعيان المصريين اللي موجودين في بلجيكا وفي لوكسمبورغ، بحيث ان انت بتسهل لهم كل الامكانيات ان هم يوصلوا. ف ورغم انه درجة الحرارة في بروكسل وفي المناطق وفي المدن الأوروبية يعني تتراوح ما بين 5 درجات الى -5 درجات، الى انه الأعداد الحمد لله كما تابعت وكما قالت السفارات ووزارة الهجرة كانت جيدة جدا، وبعضهم جاء من أماكن بعيدة جدا ليضلب صوته. بطبيعة الحال المصريين في الخارج دي تجربة قديلها سنوات قليلة، قبل كده هذا الاستحقاق لم يكن موجودا، لكن أنا أظن أن هو حتى لو كانت نسب المشاركة في المرات الماضية قليلة بحكم المسافات وبحكم أنه ما فيش بريد إلكتروني للتصويت عبر البريد، وبحكم أنه لسه احنا ما وصلناش ل فكرة التصويت بالإيميل مثلا أو بالوسائل التقنية، ودي بدأت دول كتير تطبقه، فما يحدث هو تطور جيد إن بتربط الناس اللي بره ببلدهم، خصوصا في الدول اللي هي فيها مهاجرين. يعني الدول العربية خصوصا الخليجية معروف إن المصريين أكثر ارتباطا، بيروحوا وبييجوا في أجازة سنوية، أسرهم موجودة هنا. بس الدول البعيدة بقى، نيوزيلندا بقى، أستراليا، وهو معظمهم وأمريكا ممكن يكون مقيم واستقر وحصل على الجنسية سواء الجيل الثاني أو الثالث. فما شاهدته كان يعني علامات طيبة، وأتمنى إن هو نبحث يعني بعد هذه الانتخابات في كيفية
يعني الاستفادة من التكنولوجيا في تطبيقها في المرات الجاية، بحيث أن أنا أقدر أضمن أكبر قدر من مشاركة المصريين في الخارج. نتمنى ذلك. الداخل خلاص الحد الجاي زي النهاردة 10 11 12 حد 2 3 الانتخابات في الداخل. طبعا بعض الناس ممكن تكون ما عندهاش الوعي بأهمية صوتها، بتقول طيب ما يعني أنا يعني صوتي هل هيكون مؤثر، صوتي مش هيكون مؤثر، تقول للناس دي إيه؟ أنا قبل ما أدخل الاستوديو كنت بتابع التقرير بتاع قناتكم وشفت جمال حميد وهو بيتكلم في المؤتمر الشعبي طبعا، وكلامه عجبني، لأن هو فكرة أنه الناس قد فريق من الناس يقول والله الانتخابات مضمونة ومحسومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فبالتالي هروح أعمل إيه؟ القصة أنت هتروح تصوت مش عشان شخص معين، أنت بتروح تصوت عشان حقك الانتخابي. التحدي الأكبر من وجهة نظري في هذه الانتخابات مش مين اللي هيفوز، معروف مين اللي هيفوز لحد كبير، لكن هي نسبة المشاركة هتبقى قد إيه؟ قد يكون جزء يتردد في الذهاب الى الصناديق باعتبار ان المعركه محسومه سلفا، لكن النقطه الجوهريه اللي دايما حتى علماء السياسه بيقولوها، لا يحق لاي مواطن ان يشكو من اي اوضاع اقتصاديه او اجتماعيه او سياسيه اذا لم يستعمل حقه الدستوري في المشاركه. صحيح. بمعنى المواطن في اي دوله يعني حتى عموما مفروض بيروح انتخابات محليه، انتخابات نيابيه سواء شيوخ او نواب، انتخابات رئاسيه أو أي نوع من الاستفتاءات، حتى في دول بتعمل استفتاءات كثيرة زي سويسرا وبعض الدول الأوروبية. فمن يذهب إلى الصندوق حتى لو كانت أقلية هي التي ستقرر سياسات الأغلبية. بمعنى بعد ذلك لو في أي سياسة غلط ما ينفعش حد يجي يقول لا والله أنا مش عاجبني، طب ما كان قدامك فرصة إنك تروح وتبلي بصوتك لمن تختاره من المرشحين في أي نوع من الانتخابات. وبالتالي أنا أظن الأحزاب المصرية والقوى السياسية والإعلام في المرحلة الجاية من الآن ان هو يبقى عنده مهمة أساسية، وهي إقناع الناس وتثقيفهم وتوعيتهم ان مشاركتك مش عشان تاخد كرتونة زيت وسكر ولا تاخد ميزة. طبعا المميزات في الانتخابات مش عيب بالمناسبة، انه الناس تسعى الى الحصول على حقوق مش عيب، حقوق بالمعنى السياسي مش بالمعنى الكراتين. بمعنى ان هو يقول والله ان انا يعني انت عارف الائتلافات في الدول الغربيه يقول والله انا هصوت لفلان من اجل ان احنا هنخفض الضرائب، من اجل ان احنا ناخد مميزات لفئه او قطاع او مجموعه من الناس. لكن عندنا عايزين نرسخ فكره ان المشاركه هي الطريق للتطوير العمل السياسي، التنميه بمعناها الاكثر، اللي هي فكره ان انا بدي اكبر قدر من الخدمات للناس، لانه هو بيروح يقول والله انا عايز السياسه دي، انا هختار فلان لانه هينفذ لي هذه السياسه. لو قدرنا نوصل ده وتشارك فيه كل الجهات والهيئات والمؤسسات هيكون تطور مهم. نتمنى طبعا انه يبقى فيه نسبه مشاركه كبيره، روح لصندوق الانتخاب اللي انت في المنطقه اللي انت تابع ليها، روح صوت. نعم. روح قول صوتك علشان تضمن انك تاخد حقوقك وفقا لصوتك يعني. نعم. طيب الحقيقه الفتره الاخيره يعني توقفت عند اكتر من مقاله ليك، وكنت بتكلمني دلوقتي عن زيارتك لبروكسل وطبعا مقر حلف الناتو هناك، كنت موجود هناك، وكان ليك لقاء مع احد المسؤولين المهمين في حلف الناتو، وانت وقفت وواجهته وقلت له هل عندكم فكره واضحه عن حجم الغضب الشعبي العربي تجاه مواقف غالبيه الدول الاعضاء في الحلف؟ وهو رد عليك وقال لك كلام انت قلت هذا الكلام اتمنى ان يتحقق على ارض الواقع. رد عليك قال لك ايه؟ انا ناقشت هذا المسؤول، وهو مسؤول مهم في وقريب جدا من سياسة الحلف فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط مينا، وسألته قلت له أنت عندك إدراك لحجم الغضب الشعبي؟ قال لي طبعا عندنا إدراك ورصدين ده وشايفينه في وسائل الإعلام وفي حاجات كتيرة جدا، لكن هذه سياسات الدول الأوروبية والدول الأعضاء في حلف الأطلنطي عموما سواء الولايات المتحدة أو بقية الدول. وبيقول في الآخر أنه إحنا ضد حماس ومع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن مع حماية المدنيين الفلسطينيين. وفي الآخر بيقول أن أنا أرى هو على المستوى الشخصي أنه الحل الحقيقي هو إقامة دولتين وتطبيق إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع بجوار إسرائيل، وأن إحنا نوصل إلى سلام حقيقي يعم ويسود في المنطقة. فأنا وأنا بناقشه قلت له هذا الكلام يقال من سنوات طويلة جدا وبيتكرر لكن دون ترجمة حقيقية على الأرض. الولايات المتحدة كل يوم بتقوله بس ما بتلزمش إسرائيل بهذا الأمر، هي بتديها أسلحة عشان
تواصل عدوانها على الفلسطينيين. فهو قال لا احنا نتأكد وسنسعى، وان الوضع يعني ما حدث هيجعلنا اكثر تصميما على المضي في فكرة حل الدولتين. فقلت له اتمنى ان يكون كلامك يرى التطبيق على ارض الواقع. بالمناسبة النهاردة الوزير الدفاع الامريكي لويد اوستن قال تصريح في منتهى الاهمية، انا تقديري ان هو من اهم التصريحات الامريكية اللي طلعت منذ بداية العدوان الاسرائيلي. بيقول ان اسرائيل اذا لم تنتبه الى حماية المدنيين الفلسطينيين فإن ذلك قد يدفعهم إلى أحضان العدو. العدو بالنسبة له طبعا هو حماس. وبالتالي فإن النصر التكتيكي الذي حققته إسرائيل قد ينقلب إلى هزيمة استراتيجية. أنا أتصور إن هو هذا كلام حقيقي. هو تحول بالفعل، يعني أهالي غزة مش أعداء لحماس، يعني ممكن يبقوا مختلفين مع سياسات حماس، لكن طالما أي شخص بيرفع يقاوم المحتل فهو يمارس عملا طبيعيا يكفره القانون الدولي. واذا كان اهالي غزه قبل العدوان يكرهون اسرائيل او يعني يعادون اسرائيل، فهم بعد هذا العدوان اكيد صاروا اكثر عداوه. وبالتالي فظني ان الهزيمه الاستراتيجيه التي يتحدث عنها اوستن قد تحققت، حتى لو ارتكبت اسرائيل اكبر قدر من جرائم الاباده الجماعيه اللي احنا بنشوفها. بمناسبه التصريحات الامريكيه، كتبت في مقاله بعنوان صدق او لا تصدق امريكا ضد بعض جرائم المستوطنين، قلت من اكثر الاخبار المثيره للسخريه والكوميديا السوداء هو ان الولايات المتحده تعتزم منع دخول المستوطنين الاسرائيليين الضالعين في العنف ضد الفلسطينيين الى اراضيها. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. هو طبعا في مفارقه، لانه كما يعلم المتابعين للوضع الصراع العربي الاسرائيلي او الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يدركون ان اليمين العنصري المتطرف هو الذي يقود الائتلاف الحاكم في اسرائيل حاليا. حتى ليبدو من باب الكوميديا السوداء ان نتنياهو المتطرف اصلا يبدو معتدلا بالمقارنه بشخصيه زي ايتمار بن غفير او بالسلئيل سموتريتش اللي هم بتوع قوه يهوديه والحركه الصهيونيه. الناس دول يعني احد الوزراء، يعني بن غفير هو اللي كان بيقود المستوطنين الى اقتحام الاقصى كل يوم، وسموتريتش وزع الاسلحه بنفسه على المستوطنين عشان يقتلوا الفلسطينيين، وتم القبض على وتهجير الفلسطينيين آلاف الفلسطينيين، لدرجة أنه بعض الكتاب المحترمين في الصحافة الإسرائيلية زي هارتس على سبيل المثال قالوا يا أخوانا مش معقول كده. جاكي خوري أيوة. وجدعون مين جاكي خوري ده اللي انت كتبته عنه، محرر الشؤون العربية والفلسطينية، واللي عمل اعتراف خطير وقال اتكلم عن القمع المنظم اللي بيمارسه المستوطنين. جاكي خوري هو واحد من عرب 48 أساسا، وشهد شاهده من أهلها. لا، يعني هو عرب 48 وهو يحمل الجنسية الإسرائيلية، وراصد رصد دقيق وامين للجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الضفه ضد سكان الضفه الغربيه لمحاوله اقتلاعهم من ارضهم. هناك عدد كبير، مش كبير عشان اكون موضوعي، عدد لا باس به من الكتاب الاسرائيليين، يعني نقول 10-15% بيكتبوا كلام واقعي جوهره انه لا يمكن سجن شعب كامل طوال كل هذه السنوات وتوقع ان هو يقبل ده، وانه ما حصل في 7 اكتوبر وقبلها وما سيحدث بعدها هو تصرف وتطور طبيعي جدا بسبب الاسرائيل. ومن هنا انه فكره ان انت الاحتلال الاسرائيلي يعتقد انه لو عمل منطقه عازله ولا عمل في النهايه انت جربت كل الحيل، فكره فاشله اصلا. كان في ما هو أسوأ من الاحتلال الاسرائيلي ربما، او ما كنا نعتقد انه الأسوأ، هو الابرتهايد اللي هو موجود في جنوب افريقيا. بس في النهايه وصلوا الى القناعه، والعالم وصل الى القناعه انه لا يمكن ان تحكم شعب بالقهر، وبالتالي هو محكوم على إسرائيل أن تنهزم هزيمة استراتيجية مهما بلغ بطشها. طيب سيناريو اليوم الثاني الذي يتوقف فيه العدوان الإسرائيلي على غزة، اختلفت السيناريوهات والناس بتقول يعني أنه زي ما كمان حضرتك كتبت أنه سواء الحرب هتنتهي آجلا ولا عاجلا، هي هتنتهي زيها زي كل الحروب. السيناريو بعد ما تنتهي اليوم الثاني هيحصل فيه ايه؟ ده حاجة. والحاجة الثانية، احنا اثناء الحرب عملنا ايه علشان نقدر نحافظ على مصالحنا؟ احنا كمصر ولا كعرب؟ كعرب. طيب طبعا اليوم التالي جزء منه هيتوقف على نتيجة المعركة على الارض. من الذي ستنتصر ارادته؟ هل ستنجح اسرائيل في تحقيق اهدافها اللي اعلنتها اول يوم؟ من الواضح حتى هذه اللحظة ان اسرائيل فشلت فشلا حقيقيا في كل الشعارات، كل الاهداف اللي رفعتها. قالت ان انا
هقضي على حماس؟ لم تقضي على قادة حماس ولا على حركة حماس حتى الآن. قالت هسترد الأسرى، لم تسترد ولم تحرر أسيرا واحدا. خدت الناس حركة حماس وزعت يعني جابتهم من الشمال للجنوب إلى الوسط. قالت ان هي هتغير الحاجه الوحيده اللي نجحت فيها اسرائيل للامانه عشان اكون موضوعي، انها قتلت اكبر قدر من الاطفال والنساء. هذا هو النصر الوحيد، وهو يعني نصر يليق باسرائيل وبالآلة العسكريه الصهيونيه اللي بتتبجح ضد اطفال. هي الاحد الاهداف الاساسيه، وده طبعا حاجه مدمره على المدى البعيد، ان هي دمرت غزه. غزه النهارده في تقرير في منتهى الخطوره بتقولوا احدى الهيئات 11 سنه من التنميه تقريبا، بتقول انه من بين هناك 4 من كل 5 فلسطينيين فقدوا بيوتهم، بقوا نازحين. اللي بتعمله اسرائيل هو تهجير قسري بيتم على ارض الواقع، لانه لما انت تحولي الغزه خصوصا الشمال الى مناطق غير قابله للحياه، طب الناس دي هتروح فين؟ اسرائيل لديها مخطط واضح كان موجود في الادراج بتطلعه، ومن يتابع الوثائق البريطانيه على سبيل المثال اللي بدا الافراج عنها، انه كان هناك خطه في سنه 56 قبل عدوان اسرائيل على 56 وبعده لتهجير الاسرائيلي الفلسطيني الى سيناء، وسنه 71 كان هناك خطه ايضا لاخراج الفلسطينيين. مخطط التهجير لم يتوقف، هو فقط ينتظر اللحظه المناسبه. اسرائيل بتعمل امنها القومي بغض النظر ان هي ارهابيه. انا كعربي عملت ايه؟ أنا طبعا متصور وسمعت ذلك، مصر لديها خطط وأعلنت ده بوضوح، وتمكنت من تغيير البوصلة الأمريكية على الأقل فيما يتعلق بفكرة التهجير. وإمبارح آخر تصريحات بايدن، قال ده كتير، لكن إمبارح أو أول إمبارح على ما أتذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بالسيدة كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، قال التصريح جديد، هو تأكيد على الثوابت اللي قالها بايدن، إن إحنا نرفض اي تقليص لغزه، نرفض اي منطقه عازله في غزه، نرفض تهجير الفلسطينيين. ده تطور مهم، لكن الاهم منه ان تسعى الولايات المتحده الى تنفيذ ده، لانه امريكا بتقول ان انا هاعاقب المستوطنين عوده الى السؤال اللحظي، الضالعين في العنف بعد اسابيع، نعتزم كمان، نعم. بس انتوا بتدوا لهم يا اخوانا السلاح والقنابل الارتداديه اللي بتبيد احياء كامله، يعني قبل ان تمنع، يعني اقصى اجراء هيعمله انه هيمنع المستوطنين الضالعين في العنف من دخول امريكا. يا سلام. طب والقنابل والاسلحه الفتاكه اللي انت بتديها لاسرائيل كل يوم؟ اضغط الطرف الوحيد الذي يستطيع ان يضغط على اسرائيل وان يلجم اسرائيل هي الولايات المتحده ولا احد اخر. مفيش اي حد. وكل ما وفي كل من يتابع منذ امريكا كانت اول دوله تعترف باسرائيل في 14 مايو 48. وحتى واول ما حصلت الحرب بعتت كل الاسلحه وحتى هذه اللحظه هي التي دعمتها بالفيتو في مجلس الامن بالاسلحه المفتوحه. البنتاجون قال ان احنا كل مخازننا مفتوحه بالسفينه النوويه. الرئيس الامريكي قال اسرائيل لو لم تكن موجوده لاخترعناها. دي كلمات مش عايز اللوبي اليهودي هناك رهيب. لكن للامانه برضو هذا عن السياسات الامريكيه، جزء مهم من القطاعات في شعبيه امريكيه بدات تتحرك وبدات تكتشف الحقيقه. التيار الديمقراطي، التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي بدأ يفيق ويهدد فرص بايدن ويقول له ايه اللي بتعمله. بدأ يبقى فيه مذكرات داخل وزارة الخارجية وداخل المؤسسة الأمريكية كثيرة جدا تقول فلنتوقف عن ده. شباب جامعات في أمريكا، فأنا قصدي أنا بقول ده ليه؟ لأنه مهم جدا ألا نقع في الخلط إن كل أمريكا ضد الفلسطينيين وضد العرب. هناك قطاعات كثيرة جدا بفضل الإعلام الجديد ووسائل التواصل بدأت تدرك الحقيقة، وده بدأ يحدث في دول أوروبية كتير ودول آسيوية. علينا كعرب ان احنا نستثمر ده ونواصل ده عشان اسقاط الاوهام والاكاذيب اللي بتعملها اله الاكاذيب الاسرائيليه المستمره. طيب في فيديو لبنت وائل الدحدوح، لان انا عاوز اتكلم معاك دلوقتي عن استهداف الاعلاميين والصحفيين والمصورين الصحفيين في هذه الحرب، كان في استهداف للحقيقه. تعال نشوف فيديو بنت وائل الدحدوح. اوكي. تعليقك على فيديو بنت وائل الدحدوح. يعني طبعا رحم الله كل الشهداء واسكنهم فسيح جناته، وخلص العزاء للصحفيين اللي هم بالمناسبه الصحفيين الفلسطينيين ومعهم بقيه الصحفيين العاملين في الارض المحتله. هم لولا هؤلاء الناس ما كناش عرفنا. اسرائيل احد اهدافها ان يتم الاباده في اكبر قدر من التعتيم. ولذلك ليس الضرب الاسرائيلي او الاستهداف الاسرائيلي ليس وليد مش النهارده بس، مش عائله الدحدوح. قتلوا صحفيين كتير في جنوب لبنان ايضا في خلال الايام الماضيه. شيرين ابو عقله
زميلتنا المحترمه تم استهدافها بوضوحهم وكل التحقيقات اثبتت ان هم كانوا يستهدفون هذه السيده. يعني انا لا استغرب ان تفعل اسرائيل ذلك، لان هو يعني اذا كان هناك يعني احتلال قد سرق ارضا ووطنا كمان، فهل نستكثر عليه ان يقتل صحفيا او يقتل حد بيقصف مستشفى وكنيسه ومسجد وبيوت عشوائيه واطفال؟ فبالتالي ما اقصده انه ليس امرا غريبا على اسرائيل في هذه الحرب، للامانه خلت العبث الناس تتعامل معاه انه حاجه عاديه، ان انت يعني القنابل الارتداديه التي تم القائها على حي مثلا زي حي الرمال او بجوار حي مخيم الشاطئ، الصور انت بتبيدي منطقه كامله، بتمسحي عائلات فلسطينيه كامله من السجل المدني. فبالتالي احد الاهداف الاساسيه هو استهداف اسرائيل، فكرت ان تقاضي وتمنع وتاخذ اجراءات ضد صحيفه هارتس الاسرائيليه، لان هي بدات تتحدث عن جزء من الحقيقه. ده على صحيفه عبريه يعمل بها صحفيين اسرائيليين، فما بالك باعلام فلسطيني او اعلام عربي؟ وبالمناسبه هذا حصل من الولايات المتحده في حرب العراق. كان هناك استهداف ممنهج للصحفيين والاعلاميين، كل من ينقل الحقيقه وكل من ينقل يحاول نقل الحقيقه كان يتم استهدافه. وبالتالي ده يورينا يعني حرب غزه او عدوان غزه فيها مآسي كتيره جدا، لكن فيها نقاط مهمه احنا عرفناها، على الاقل فكره الوهم الغربي بتاع حقوق الانسان ولا في ديمقراطيه ولا حقوق انسان ولا علم متحضر. هو ناس كتيره ما كانتش مصدقه ده، بس ده بقى واضح القانون الدولي، بدا واضح للناس العاديه. يعني بعد كده يجي يقول لي والله الحريات حقوق انسان يا عم الحاج، يعني ما احنا شو يعني خلاص، يعني قول الكلام ده على حد تاني. الا اذا انت كنت مدرك بجد ومؤمن بجد ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي يواف جالانت، انه دول حيوانات بشريه. الغرب، وهذه نقطه مهمه ايضا، مش الغرب كله، جزء من الغرب، الطبقه الحاكمه في الغرب تنظر الى العرب والى الفلسطينيين باعتبارهم حيوانات بشريه، او في افضل الاحوال درجه ثانيه، مواطنين درجه ثانيه. لا ينبغي. اول ما دخلت الدبابات الروسيه لاوكرانيا وقفت مراسله صحفيه بتقول ايه؟ بتقول المشهد اللي انتم شايفينه ده مش في فلسطين، ده احنا في اوكرانيا. ايوه بالظبط. فاكر المشهد طبعا ده؟ طبعا باعتبار انه ده انه ده عادي يحدث في فلسطين. فهو ده جزء من يعني انت عارفه، فيه كان مستشرق بريطاني شهير جدا اسمه كيبلينج، كان ليه مقولة شهيرة جدا اسمها الشرق شرق والغرب غرب ولا يلتقيان، على ان هو ان في فرق كبير جدا في التحضر والرقي وبتاع، وان الاثنين دول ماشيين في خطين متوازيين. طبعا هذه المقولة ترد عليها كتير في الغرب، لكن وهناك قطاعات في الغرب، قطاعات محترمة وتؤمن بالعدل بالفعل والمساواة، والدليل المظاهرات اللي طلعت في قطاعات كتير في دول كتيرة ومدن كتيرة غربية، لكن جوهر الحضارة الغربية الراهنة الطبقة الحاكمة السياسية فيها لا تنظر إلى الفلسطينيين والعرب أنهم طبقة، أن هم شعب يستحق الحياة، أن هم شعب له نفس الحقوق ولا واجبات. وأنا أظن الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى خطبه على ما أتذكر في القمة العربية الإسلامية الطارئة اللي عقدت في الرياض يوم 11/11 اللي فات، قال حاجة زي كده، هل نحن بننظر إلى العالم بنظرة متساوية ولا لا؟ للأسف الشديد ما يحدث. لا، بمناسبة الحرب على العراق، في نقطة تشابه أخرى حاصلة ما بين اللي بيحصل في غزة واللي حصل في العراق. إسرائيل توزع على جنودها أوراق لعب تحمل صورة قادة حماس، وطبعا احنا شفنا المشهد ده قبل كده في العراق لما أمريكا وزعت كوتشينة عليها صور صدام حسين. ده جزء يعني عايزين نشوفه في إطار الميديا الغربية أو الإعلام الغربي، الطريقة اللي بيشتغل بيها. هو بيعتقد ان ده يعني زي ما هم ظنوا انه ده نجح في العراق، وبالمناسبه هو ما نجحش قوي في العراق، نجح بمعنى انت قضيت على نظام صدام حسين، بس العراق الشقيق انت عملت فيه ايه؟ ايه هي الجرائم اللي انت عملتها؟ النص مليون عراقي اللي قتلوا، التقسيم الطائفي، وانك انت ايقظت الوحش الطائفي، العراق بيتعافى من هذا الغزو، صدام حسين لم يكن حاكما مثاليا، لكن ما ارتكب في العراق من جرائم وما أثير من نعرات طائفية وتقسيم كان يعني مقدمة للي حصل في بقية المنطقة. فبالتالي ما تفعله إسرائيل هو محاولة للترويج في الغرب وفي إسرائيل ورفع للروح المعنوية إنه إحنا هنقبض عليهم. طيب أنا هفترض أسوأ افتراض، أن تهزم المقاومة الفلسطينية
طب هو ده هيحل المشكله؟ ما انت حماس لم تكن موجوده في فلسطين قبل 1987، نشات في الانتفاضه الاولى 87. قبل كده كان في حاجه اسمها منظمه التحرير الفلسطينيه، كانت اسرائيل تقول انها ارهابيه ومخربين. اسرائيل طردت او غزت جنوب لبنان 78 ثم 82 وطردت منظمه التحرير الى تونس. هل انهى ذلك وبالتالي فكره، يعني هي المشكله انه الاحتلال ما حدش بياخد باله ان الاحتلال في كل العالم فشل. الاحتلال الوحيد اللي باقي لحد دلوقتي هو الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وللجولان السوريه وبعض الاراضي ومزارع الشبع اللبنانيه. بس هو يعني تاريخيا هينتهي هنا اجلا او عاجلا. فبالتالي مهما عمل من اساليب دعايه ان عملت كوتشين عملت بتاع مش هينفع. مش بس كوتشينا، ده في يعني تصريحات واضحه وصريحه انه اسرائيل تخطط لاغتيال قاده حماس في الخارج بعد حرب غزه. نعم. في كل مكان. هذا تصريح قاله بنيامين نتنياهو من حوالي 3 أسابيع ثم كرره قبل ايام امام رئيس المخابرات رئيس الموساد. وتحليلات الاسرائيليه نفسها مش العربيه بتقول ان هو ده هدفه ان هو يرفع روحه المعنويه ويقول للاسرائيليين انا قوي انا حاجات زي كده. طيب انت هتقتل، ما انت حتى القانون، طيب ما انت هل انت تعطي الحق لنفسك ان تغتال قاده المقاومه الفلسطينيه ولا تعطي الحق للفلسطيني ان يدافع عن ارضه؟ كان هناك قول مهم جدا لإيهود باراك رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاسرائيلي ورئيس الاركان الاسرائيلي الاسبق، بيقول انني لو ولدت فلسطينيا وشاهدت ما يشاهده الفلسطينيين لتحولت الى كائن انتحاري. إيهود باراك شخصيا طبعا قال ده كلام ووجه بمشاكل كثيره جدا. وناس كثيره يعني حد بيشوف بيته بيتهد على اسرته، حد بيشوف اهله بيموتوا قدامه اطفاله وبيشيل اطفاله بيدفنهم بنفسه ومتوقع يبقى ايه؟ ايه هو اللي متوقعه؟ حد تاني وجه بمشاكل طبعًا. كتيره جدا لما قال رايه بصراحه ايلون ماسك في طبعًا. اول الازمه يعني شير تويته بتقول رايه بصراحه او بيظهر فيها رايه بصراحه انه ضد ما يحدث ضد غزه. والحقيقه انه راح ايلون ماسك زار اسرائيل وقلنا يعني ده مشهد من الحكايه يعني اللي احنا طبيعي انهم اللوبي بتاعهم، ولكن النهارده ايلون ماسك بيقول انهم يحاولون ابتزازي ولم اذهب للاعتذار. نعم طبعا كما يعرف الذين يتابعون القصه ايلون ماسك كان له اراء في اسمها المين ستريم او السرديه اللي شائعه في الغرب ان اسرائيل هي واحه السلام والعدل والديمقراطيه وسط بحر عربي متخلف. لما بدات اصوات معارضه تطلع لده وتقول اللي بيحصل في غزه ده وفلسطين غير انساني وغير عادل، ومن بعض هذه الحاجات ماسك اتكلم حاجه يعني الراجل شاف المشاهد يعني تعال نشوف ماسك قال ايه ونرجع نعلق عليه. ده يعني تصريحات ايلون ماسك في احدى المقابلات التلفزيونيه، وقال انا زيارتي لاسرائيل لم تكن استجابه لذلك على الاطلاق، وبالمناسبه لا مشكله لدي في ان اكون مكروها، واذا كان المعلنين عبر اكس يهددونني بوقف الاعلانات فهم يحاولون ابتزازي بالاعلانات والمال وما تعلنوش عندي لو مش عايزين. زي ما بقول لحضرتك هو الراجل كان ليه اراء صادمه لبعض الغربيين وبعض الاسرائيليين في بدايه العدوان الاسرائيلي، حصلت عليه حمله ضغط رهيبه جدا، في النهايه راح اسرائيل وزار مستوطنات يسمى بمستوطنات غلاف غزه بصحبه نتنياهو. اتمشى معاه. فالامر ده اثار حفيظه غالبيه العرب والمسلمين، شافوا ان ده نوع من التنازل والضغط. فلما الناس بيسالوه قال هو طبعا مهم جدا ان احنا نعرف ان ماسك شخصيه غير طبيعيه، يعني شخص لا مش ماشي في التفكير الطبيعي بتاع الناس العاديين، هو شخص جدلي في تصريحاته في كلماته في افكاره في حاجات كتيره جدا، وبالتالي اصطدم. ربما هذا النوع من الطبيعه الشخصيه ليه هو اللي بيخليه يرفض ان يكون في القطيع العام. وبالتالي الرد اللي احنا اللي حذف الزمارة اللي زمارة في كلمة مسيئة للإسرائيلي او لمن يقولون انه تم ابتزازه. انا اظن انه النقطة المهمة اللي احنا نطلع بيها من الموضوع ده هو ايه؟ ان الرواية الإسرائيلية او الخرافات الإسرائيلية اللي كانت يتم التعامل معها باعتبارها مسلمات بدأت تتفكك وبدأت تقع. طيب النهارده اليوم العالمي لذوي الهمم، والحقيقه انه مصر في السنوات الاخيره كانت بتولي اهتمام كبير جدا لذوي الهمم.
يعني ده جزء من التحضر الإنساني، إنه أي شعب بي 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 هذه الفئة بيتم الاهتمام بها والتعامل معها بما تستحق من احترام وتقدير ورعاية وعناية، هو جزء أساسي من الـ يعني إذا كنا احنا بنقول إنه الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى قال إن سيدة دخلت الجنة في قطة، فما بالك بمواطن يحتاج إلى المساعدة، مواطن يعني بشر كرمه الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هذا الامر، هذا النوع من المزايا يعني تم اصدار تشريعات كثيره جدا في الفتره الاخيره وتعديل العديد من القوانين لكي يحصل هذه الفئه المحترمه على ما يستحقونه من اجلال ورعايه. ده نوع من التحضر الانساني، وانا اظن انه الضغط والاستمرار في ده شيء مهم جدا على المدى البعيد ان شاء الله. النهاردة كمان انطلاق جلسات النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم تحت عنوان شباب من أجل إحياء الإنسانية. برضو نفس الفكرة، إنه إحنا وإحنا بنو بنو يعني بنواجه العنصرية الإسرائيلية وبنواجه التحيز الغرب الشديد جدا، مهم جدا إن إحنا نواجه الغرب، بنقول له الغرب كما تعلمين أنت إنه في إن إحنا شعوب مهمجية وشعوب متخلفة وشعوب كذا وكذا ولا نعرف شيء عن حقوق الإنسان. في حين انه بالمناسبه بعض الاسيرات الاسرائيليات اللي طلعت قعدوا يتكلموا على المعامله اللي تلقوها من الفلسطينيين. شفنا المشاهد وهم خارجين وكانوا عاملين ازاي. وبالتالي اول حاجه عملتها اسرائيل للناس دي ان هي خدتهم مباشره، خبتهم في مكان خاص عشان ما يتكلموش، لان هو عنده روايه ان دول اغتصبوا الفلسطينيين، اغتصبوهم وقطعوا رؤوس كما فعل بايدن، الاطفال زي ما قال بايدن الاول واعتذر بعد كده، ولحد دلوقتي الناس بيكرروها باعتبار ان دي حقيقه. فبالتالي مهم جدا اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، انه ان انت الروايه بتاعتك ما بتوصلش بالشعارات، الروايه بتوصل بالافعال. احنا محتاجين كعرب وكمسلمين ان يبقى عندنا ناس يقدروا يوصلوا للغرب بطريقه يفهمها الغرب. انا شفت اللي عمله باسم يوسف او بعض النماذج او محمد صلاح. النماذج دي اللي الناس الغرب بيحترمها وبيقدرها وبيعرفوا يتكلموا لغه توصل له. احنا محتاجين نوعيات كتيره من دي، وده اللي ناجحه في اسرائيل بالمناسبه، ان عندها انصار كتير بره بيتكلموا نفس اللغه بتاعت الدول دي. احنا للاسف الشديد في مرات كتيره بنعمل حاجه اسمها التبشير في المؤمنين، قاعدين نخطب مع بعض، وده لب الموضوع الحقيقة، بس ما بنروحش عند كتير عند الناس التانية. طيب انا عارفة انك زملكاوي، والزمالك قبل ما نطلع هوا معاك جاب 1-0 وكان جايب الجون زيزو باسيست من شيكابالا. دلوقتي في جون تاني من شويه جابه بالظبط في الدقيقه 30 العكس بقى، شيكابالا اللي كان عامل اسيست لزيزو هو اللي جاب الجون باسيست من زيزو. طبيعي. فطبعا كزملكاوي صميم حبيت اهنيك على الهوا. دي اقل حاجه عندنا. الزمالك يعني المهم جدا، يعني بعيد عن ان انا زملكاوي، بس بجد لمصلحة الرياضة المصرية مهم جدا يبقى فيه زمالك قوي. الزمالك الضعيف ليس في مصلحة النادي الأهلي، لأنه وليس في مصلحة الكرة المصرية. فريقين كبار بيتنافسوا طول الوقت جماهيريين، ده في مصلحة الكرة المصرية وفي مصلحة المنتخب. لأنه بدون الزمالك القوي، طب الأهلاوية هيكيدوا مين وهيتكلموا مع مين؟ لا، يبقى لازم يبقى فيه أخذ وعطاء، اللي هي المكايدة اللطيفة. يا ريت يبقى في 10 فرق كمان. بالظبط. فبالتالي الاهلي والزمالك موجودين يعني في بوكا جونيور وريفر بلات، في كل الدول. طبعا في دول تقدمت بي عندها اكتر من اهلي وزمالك. النموذج اللي موجود في الدوري الانجليزي بيبقى عندك 5-6 فرق قويه، الدوري الاسباني لحد ما في 3-4، الدوري الايطالي. دي فكره ان انت توسعي الدايره. فالزمالك القوي مصلحة الكرة المصرية، وإن شاء الله هيفوز بالدوري السنة دي والكونفدرالية. مين من اللعيبة الزملكاوية يعني شايف إن هو الأجمد بالنسبة لك؟ زيزو طبعًا، زيزو هو الأكثر. زيزو واحد مش بس عشان جون، زيزو هو العقل المفكر بتاع الفريق، القوة الحقيقية. في شيكابالا معجزة، لأنه واحد بيلعب بالسن ده وبيجري وبيصنع أهداف وبيجيب أهداف، ده حاجة يعني ظاهرة يعني لا تتكرر كثيرًا. لكن الزمالك انا اظن لو فاق واستقر اموره الاداريه سوف يكون له شان مهم جدا ان شاء الله في الفتره الجايه. طيب بمناسبه الزمالك، مش هنعرف نتكلم على الزمالك من غير ما نتكلم على الاهلي برضه. هل انتهى شهر العسل بين المدرب الاهلي والجماهير؟ تقول ايه لمدرب الاهلي كزملكاوي؟
كذا مالكاوي. بص انا من لسه من الانصار ان حد يحاسب مدرب على ماتش او اتنين او تلاته. يعني مش معقول انه من شهرين تلاته كده انه كان اعظم مدرب وعمل وجاب البطولات وفجاه يبقى. طبعا احد عيوب الرياضه في العالم كله ان لم يكن طول ما الفريق فايز والمدرب فالمدرب زي الفل واللعيبه زي الفل والجمهور زي الفل. اول ما بيقع مشوه وطردوه. دي طريقه ما بتنفعش في يعني. طبعا هو ده مرض عالمي. بس بالتالي الاهلي لحد دلوقتي يعني اتعثر في ماتشين في الدوري على ما يعني رغم ان انا ما بشوفش كتير بس عارف ان بفرح ان الاهلي بيتعادل او بيتغلب اكيد كزملكاوي في الكره المصريه. انا سالتك كزملكاوي لكن بره انا وده بيزعل زملكاوي كتير. انا بشجع الاهلي تشجيعا كاملا في اي مباراه للاهلي بره مصر في البطوله لانه في الاخر لما الاهلي بياخد بطوله دي محسوبه لمصر ايضا مش محسوبه للاهلي. قبل ما تدخل بيقولوا لي زمايلي انك كنت بتكتب مقالتك اللي هتنزل بكره فانا عايز اسبق الشروق. انا كنت بكتب على اوستن لويد اوستن اللي هو بيقول على الهزيمه الاستراتيجيه لاسرائيل وبقول له اذا ده كلام حقيقي ومهم جدا بس يا ريت وانت بتقول كده تدقق في الاسلحه اللي هي بتقتل المدنيين. انت بتقول لاسرائيل خدوا بالكم ما تقتلوش المدنيين بس الاسرائيليين بيقتلوا المدنيين بالاسلحه الامريكيه. وخد بالك انه السياسه الاسرائيليه الاحمقاء والدعم الامريكي الاعمى هيضر المصالح الامريكيه ضررا شديدا في الفتره الجايه. هننتظر بقى المقاله كامله بكره إن شاء الله. في الشروق نقراها كده ونتمزج. انا ما بقرا لعماد الدين حسين بحب أشكرك جدا من اول المنشط من اول العنوان بحب اكمل المقاله تخلص كده على طول. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق وايضا عضو مجلس الشيوخ نورتنا في مصر الجديده. الحقيقه يعني اسرائيل استغلت الهدنه اللي استمرت اسبوع تقريبا عشان تحقق هدفها. جيش الاحتلال ما كانش هدفه تحرير الأسرة على قد ما كان بيرتب أوراقه عسكريا ومخابراتيا وبيحاول يعمل حالة فراغ في وعي العالم ويديهم إحساس أن القضية هديت. جيش الاحتلال راجع بأجندة أكتر إرهابا وبيضرب جنوب غزة ومانع الفلسطينيين يرجعوا مناطق الشمال ومفيش مكان آمن للحياة في غزة. جيش الاحتلال عمل فاصل بين شوطين ونازل يحقق أهدافه الإرهابية كلها. عشان كده احنا لازم نجدد وعينا. احنا لسه في فعاليات يوم دعم فلسطين اللي بتحييه الامم المتحده واللي مستمر لغايه يوم 8 يناير. تبرعاتك ومواقفك ونشرك لجرائم الحرب والاباده مهم. طبعا الدعم الكبير لموقف مصر الرافض للتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية. احنا في حرب إرادة هدفها الوعي وفي مواجهة يعني احنا في مواجهة حرب إبادة ضد جميع الفلسطينيين. أشكركم شكرا جزيلا. بكرة مصر جديدة إن شاء الله.